بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد قضية أخرى من القضايا الساخنة وبرضه هاخدها باختصار. ناخد وراثة الخطية الجدية. موضوع وراثة الخطية ده شغل الكنيسة حي آخر سنتين، وناس كتيرة ادعت إنه مفيش وراثة خطية، وإنه إحنا بس بنورث الفساد والموت أو الموت والفساد كنتيجة للخطية. ودار حوار طويل قوي في المواضيع دي. معلش أقول لكم الآخر، إيمان الكنيسة القبطية أن هناك وراثة للخطية، وأن في حاجة اسمها الخطية الجدية أو الخطية الأصلية. في كنائس تانية مش مقتنعة بالكلام ده براحتهم، لكن ده الإيمان اللي استلمناه وعايشين عليه. هنقول دلوقتي بعض الإثباتات ببساطة، لكن القصة دي فيها جزء فلسفي شوي، لأنه طالما قبلت ان الانسان مولود في الفساد، ايه الصعوبة انك تقبل انه مولود في الخطية؟ وهو فرق الفساد من الخطية ايه؟ لكن هم عشان كده انا حبيت اقول حلقة العقوبة الاول، جماعة دول رفضوا مفهوم العقوبة، وبالتالي بقوا يقولوا ان الفساد نتيجة للخطية. لكن احنا بنأكد ان الكتاب والكنيسة اكدت ان في حاجة اسمها عقاب، وآدم لما طرد من الجنة كان عقاب مش بس نتيجة، والعقاب ما بيلغيش النتيجة والنتيجة ما بتلغيش كلمة عقاب. وبالتالي احنا اتولدنا في الخطايا، وكلكم كل يوم بتصلوا تقولوا بالخطايا ايه ولدتني امي، ومحدش فينا اتضايق ولا انزعج ولا اعترض ولا قال اشمعنى وانا عملت ايه عشان اتولد كده. ما هي ببساطة زي ما انت ما عملتش العملة نفسها، لكن اتولدت في الخطية، كمان المسيح فداك من قبل ما تتولد وداك النعمة وما دفعتش فيها حاجة. فالموضوع بسيط، تعالوا بس ندرسها بسرعة كده في 10 دقايق. أولا في تعليم جميل يقول لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أبائك. يعني إيه؟ ما تحركش حاجة ثابتة مهمة الأباء اتفقوا عليها. ما نلعبش في الثوابت. عارفين اللي بيلعب في الفاونديشن بتاع أي بيت ده ممكن يوقعه. فالنهاردة في ناس بتحاول تلعب في الفاونديشن اللي هي البيزكس الإيمانية اللي طلعنا عليها. طب لمصلحة مين الكلام ده؟ ده هيهد الإيمان كله ويلخبط الناس كلها. خطورة التشكيك في وراثة الخطية أو الخطية الجدية بيسموها أو ذا أوريجينال سين، أولا ده بيقلل قيمة الفداء، لأنه احنا بنعمد الاطفال اساسا عشان الفكره دي، عشان الايمان ده، ان الطفل مولود في الخطيه. وجزء من صلوات المعموديه بيأكد ان احنا لما بنعمده عشان يخلص من الخطيه اللي هو ما عملهاش بنفسه. ما احنا طبعا بنقول احنا ما حدش فينا اكل من الشجره، ده ادم، لكن احنا اللي ارتبطنا الجذري بادم كاصل للطبيعه البشريه، احنا ورثنا طبيعه الخطيه أو ورثنا خطية الطبيعة، فإحنا مولودين في حالة الخطية. وبالتالي المعمودية ضرورية حتى للطفل قبل ما يغلط بالإرادة، لأنه كده لازم يتطهر من حالة الخطية اللي تولد فيها. وطبعا تقليل العلاقة بيننا وبين آدم، إن آدم أنا مالي بآدم، الحقيقة اللي بيدعوا أنا مالي بآدم ضمنيا بيقول أنا مالي بالمسيح، لأن الخلاص في المفهوم الكتابي الكنسي المشكلة جت في آدم وتحلت في المسيح. فلو أصقصت علاقتي بآدم أنت أصقصت ضمنيا علاقتي بالمسيح، لأنه دي رومية خمسة مهمة قوي في الحتة دي، لأن رومية خمسة بولس يعيد ويزيد في أولد كل المشكلة ابتدت في آدم وكل الحل في آدم الجديد. عشان كده ليلة عيد الميلاد نقول المسيح ولد آدم الثاني، في لحن نقوله كده ليلة عيد الميلاد عشان نستوعب كلنا هو مولود عشان يبقى آدم الجديد، الأصل الجديد للطبيعة البشرية. كمان موضوع ان احنا خدنا بس الفساد والموت وما خدناش الخطية فيها جانب فلسفي كبير، لأنه لما تسمع كلمة corruption هي تفرق كتير قوي عن كلمة خطية. يعني ما هو الخطية جايبة الفساد والفساد أساسه خطية، فأنت عاوز ليه تقول أنه ما فيش خطية لكن في فساد؟
هي واحد في الآخر حسب تعليم الأباء، ورثنا الخطية والفساد والموت، أو الخطية والموت والفساد، كل ده موجود في لغة الأباء. كمان ده بيقلل دور الكنيسة في الخلاص، لأنه الكنيسة بتجدد طبيعتنا البشرية عشان ما نبقاش بني أدمين، عشان نبقى أولاد الله. فطلعنا من تبعية آدم اللي ورثنا الخطية لتبعية المسيح اللي بيورثنا القداسة، بيورثنا الحياة الأبدية. فهنا ميراث الخطية قصاد منه ميراث النعمة. فدي حاجة ما تزعلنيش. ليه؟ زي ما أنا ما غلطتش بإيدي هنا، أنا ما تعبتش في الفداء هنا، لكن أنا منتمي لطبيعة أولها آدم، بذرتها آدم تشوهت تلوثت فتولدت وأنا في حالة خطية. كمان نضفت في المسيح اللي خد الطبيعة دي ونضفها بالفداء. طبعا الموضوع ده كمان بيخدم على بدعة أخرى لو لنا وقت بكرة نحكي فيها، إن آدم وحواء أسطورة. ما هو الناس وصلت في الكلام إنه دلوقتي إيه، هو آدم ده شخص حقيقي؟ لا دي حكاية بس، دي أسطورة. هي بس ناخد المعنى بتاع إنه إيه، في ربنا وفي إنسان، ولما الإنسان بعد عنه الدنيا باظت. لا، آدم مش أسطورة، آدم إنسان. وما فيش ولا حد في الكتاب المقدس ولا في الآباء القديسين تعامل مع آدم على إنها قصة خيالية. آدم شخص حقيقي، هو أول إنسان خلق وخلقت معه الطبيعة البشرية، ومنه جميعا ولدنا، فبقى اسمنا بني أدمين، حتى ده العادي بتاعنا. فطبعا لو مشينا مع هوى الناس اللي بترفض وراثة الخطية، احنا كمان بندعم بدرجة بدعة الأسطورة الخاصة بآدم وحواء. برضو حكاية الخلق على الصورة والمثال دي دراسة طويلة، الكاثوليك يقولوا ايه والبروستانت يقولوا ايه والأرثوذكس، الفرق بسيط واللاهوتي عميق، لكن خلينا ندخل على طول في شهادة الكتب المقدسة. الإنجيل بيقول لنا ايه في حكاية الخطية؟ يقول مثلا في تكوين 8، لا أعود ألعن الأرض من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته. يعني قلبه بايظ من يومه. من يومه ليه؟ لأنه ده بيتكلم ما بعد آدم. فخلاص كل إنسان نازل وتصور قلبه شرير، يبقى وارث الخطية وطبيعته ملوثة. طيب حكمة تانية يقول، معلش عاوز أحكي لكم حتة في روميا كده. بولس كان في رسالة روميا عنده أزمة كبيرة. الناس اللي بشرت في روميا، هو ما كانش لسه راح روما، روميا اللي هي روم، ففي ناس سبقوه من يوم 50 وقدموا المسيحية. دخل عليهم ناس من المتهودين اللي هم بيدعوا ان المسيحية يهودية، فابتدوا يقولوا للناس، ومحدش من الرسل لسه راح روما، ان لازم تختتن، لازم تبقى يهودي وبعدين تبقى مسيحي. بولس بقى ده متحرق، عاوز يقول لهم لا، مش ضروري. مش قادر يروح لأنه عنده صراع شديد قوي في كورنثوس ساعتها وأفسس، فاضطر يبعت رسالة روميا، ودي طبعا حكمة ربنا. فعاوز يشرح الخلاص، رسالة روميا بتشرح الخلاص، عشان كده الرسالة دي مهمة قوي في فهم العقيدة. فقال في روميا 1 كل الأمم هالكين وفسدانين، روميا 2 قال كل اليهود كمان خطى وفسدانين، عندهم شريعة وعندهم أنبياء بس ما عملوش بالكلام ده، فكلهم كمان بايظين. وصل بقى الرومية 3 عشان يشرح الخلاص لقاعدة مهمة قوي، قال إذن، ها حافظين انتوا الآية دي، إذن الجميع ها زاغوا وفسدوا وعوزوا، ليس من يعمل صلاحا ولا واحد. في تفسير كل أباء الكنيسة، الجميع تجمع فيها كل الأطفال، يعني الجميع يعني كل البشر بدون استثناء. يبقى الولاد مولودين في حالة زوغان، في حالة فساد. وطبعا دي جايبها من المزمور، يعني هو قالها في رومية 3، وفي آخر رومية 3 قال إذا ما فيش خلاص عند البشر، لازم يجي المخلص هو اللي خلصنا اللي هو ربنا يسوع. شهادة الكتب تقول إيه؟ فأشعية مثلا يقول من البطن سميت عاصيا، we're called a transgressor from the womb. يبقى في آية تاني بتشاور انه ممكن الواحد مجرد ما تولد بيقولوا له انت خاطئ. خاطئ؟ طب انا ما عملتش حاجة. ايوه انت مولود بطبيعة خاطئة،
فأنت وارث الخطية لأنك ابن آدم. حتى لو مالكش ذنب استنى، ما هو كمان مش أنت اللي هتحل مشكلتك، فأنت بعد شوية هتختار تبقى تبع آدم ولا تبقى تبع المسيح. لن يتبرر قدامك حي، يعني أي إنسان حي غير بريء وغير مبرر مهما كان سنه. وطبعا بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم، بالخطية حبلت بي أمي أو بالخطايا ولدتني أمي. كل التعبيرات دي تؤكد مفهوم الكنيسة عن وراثة الخطية. الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية، الكل دي including الأطفال اللي لسه مولودين طبعا. إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا، التعبيرات دي تضم كل البشرية مش الأدلتس بس. لما يقول كنا بالطبيعة أبناء الغضب، بصوا التعبير ده، بالطبيعة by nature إحنا ولاد الغضب، لأن علينا غضب ربنا من أول ما اتولدنا. ليه؟ لأننا ولاد آدم شايلين الخطية، مشوهين في طبيعتنا. فطبعا ربنا جاي ينقذنا من اللي إحنا فيه ده بنعمته. هنا بقى رومية 5 أهم إصحاح في الحتة دي، يقول من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية للعالم. بس التعبير خطية دخلت بإنسان واحد اللي هو مين؟ آدم. وبالخطية الموت، يبقى الخطية دخلت من آدم، يبقى الكل الخطية دخلت علينا كلنا وجايبة وراها الموت، لأنه طبعا أجرة الخطية موت، والموت جايب معه الفساد. وهكذا الموت اجتاز إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. أخطأ الجميع في اليوناني والقبطي القديم حسب الكل خطأ فيه، إذ أخطأ الجميع مخطئين فيه. يعني التعبيرات الأدق أنه من خلال آدم الجميع خطأ، يعني إذا كل طفل ابن آدم هو مخطئ ليس فعلا ولكنه بحكم طبيعته. ده التعبير إذا أخطأ الجميع في كل الترجمات، لأنه أحيانا هي المفروض واضحة بس البعض يقول لك أخطأ الجميع يعني بعد كده هيغلط بحكم الفساد اللي فيهم هيغلط، لكن هم اتولدوا بلا خطية. لا طبعا الكلام ده لا يتفق مع تعليم الكنيسة ولا كلام الأباء. بعد كده ابتدى يكمل بقى يحط لنا آدم مدخل كل حاجة، والمسيح بيطلع بينظف كل حاجة ويصلح كما ملك الموت. بعد كده يجي المسيح يصلح، ليس كالخطية هكذا بخطية الواحد مات الكثيرون. طبيعي ان الخطية اللي عملها آدم حكمت علينا كلنا بالموت، حتى دي هم موافقين عليه. فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد. وهنا ركز على إنسانية المسيح، ليه؟ عشان يحط آدم في كفة والمسيح في كفة. لكن المسيح مش إنسان بس، لأنه لو إنسان بس ما يبقى شايل خطية آدم برضه، فما عرفش يعمل حاجة، لكن بحكم لاهوته يقدر يصلح اللي حصل. ليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة، أما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة. كان بخطية واحد ملك الموت، بالأولى كثيرا فيض النعمة وعطية البر تملك بالواحد يسوع المسيح. كما بمعصية الإنسان الواحد، بصوا التعبير ده مهم قوي، جعل الكثيرون خطى. يبقى حضرتك اتحسبت خاطي من داي وان، من ساعة ما اتولدت. ليه؟ مش انت ابن آدم؟ بدل بني آدم محسوب خاطئ من أول يوم، اللي هي ضمنيا محكوم عليك كمان بالموت والفساد. إذن وراثة الخطية ده تعليم أبائي كنسي مقبول جدا في الكنيسة القبطية، واللي بيتحدوه هم ضد تعليم الكنيسة، لأن مش ده اللي استلمناه وتربينا عليه. فبإطاعة الواحد سيجعل الكثيرين أبرار. طبعا الخطية الأصلية كل الكلام اللي جاي ده مرتبط بيها. بمعنى ايه؟ انت كنت اتولدت في آدم في حالة بر، ولما آدم كسر الوصية البر ده راح، فبقينا في حالة خطية. ده تعبير أبائي، حالة الخطية. فتولدنا واحنا عندنا this corrupted nature in a sinful nature، فقدان النعمة، فساد الطبيعة، تلوث الصورة، الميل الدائم للشر. كل البشر مولودين من day one عليهم حكم، ده تعليم الكنيسة. ومن هنا يأتي المسيح ليفدي الكل، وتأتي المعمودية لكل طفل. عشان كده ما بنستناش حد يكبر، لأن الطفل محتاج الفداء، محتاج الخلاص من داي وان. بصوا الجزء ده، لأنه ده نزله سيدنا أنبا رفائيل في الكرازة بتشجيع من قداسة البابا من أسبوعين،
وده المفروض يحسم الموقف. مجمع قرطاجنة سنة 418، وده مجمع مع أنه مسكوني إنما مجمع مقبول في الكنيسة القبطية، لأنه في زمن البابا كيرولوس كان في حاجة اسمها مجامع مسكونية، ده مجمع محلي أقصد، في مجامع محلية لكن معتمدة مقبول. بصوا بيقولوا فيه إيه، لأن الكلام ده ماشي وساري علينا لغاية النهاردة، وكلام في منتهى الصراحة ما يحتملش النقاش. بيقول حكم المجمع بأن كل من ينكر أن المعتمدين من الأولاد الصغار المولودين حديثا من بطون أمهاتهم يعتمدون لمغفرة الخطايا، طب أنا هغطس طفل أقول له يعطى لمغفرة الخطايا إزاي إلا لو كان في خطية، إزاي هعمده وأقول له لمغفرة الخطايا وهو طفل أنلس أنه عنده حالة خطية مش فعلية، هو ما عملهاش بإرادته لسه لكن النيتشر كده، أو يعترف بذلك ولكنه بزعم أنه لم يشترك في شيء من الخطية الجدية المحتاجة للتطهير بحميم الولادة الثانية. وينتج من هذا الزعم أن رسم المعمودية التي لمغفرة الخطايا في هؤلاء الأطفال ليس بحقيقي بل مخترع ظاهري فليكن مفرزا. يبقى الكنيسة بتحرم اللي يقول أن الطفل مش محتاج معمودية أو أن الطفل مش حامل للخطية. ده من مجمع قرطاجنة، لأن عبارة الرسول القائلة بإنسان واحد دخلت الخطية العالم وبالخطية الموت، وهذا اجتاز الموت هكذا اجتاز إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، لا يجب أن تفهم بمعنى آخر إلا كما فهمتها الكنيسة الجامعة الممتدة والمنتشرة. أعني أن الأطفال أيضا الذين لا يستطيعون أن يرتكبوا بذواتهم خطية ما من الخطايا يعمدون بناء على قانون الإيمان هذا معمودية حقيقية لمغفرة الخطايا ليتطهر فيهم بالولادة الثانية ما ورثوه من أجدادهم. يبقى كلام المجمع صريح أو ده الكلام ده من 418. يبقى اللي بيدعوا أن ورثة الخطية تعليم جديد وتعليم جاي من أصله من الكاثوليك وتعليم من أنسلم القرن العاشر، كل ده يعني تهم بطالة ملهاش أساس من الصح. مثلا القديس إيرينيوس، وده قبل أغسطينوس، لأنه ما بيقولوا أغسطينوس هو اللي إيه، النهاردة بيشككوا في قداسة أغسطينوس على فكرة، إنما إحنا شايفين أغسطينوس قديس طبعا ككنيسة قبطية رغم إنه مش مصري وبنحب كتاباته، فهنا بيشككوا فيه. إحنا نقول مثلا إيرينيوس قبل أغسطينوس يقول إيه، كما أن آدم الأول حوى في نفسه جميع ذريته، المسيح أيضا أعاد في نفسه كل الشعوب حتى آدم الأول، ولما تجسد أعاد في نفسه تسلسل الجنس البشري مكرسا كل دور بدور، فكما أن آدم الأول أنشأ جنسا عاصيا هالكا، المسيح آدم الثاني بدأ بشرية جديدة فداها بدم. وهذا معنى القديس بولس لما قال يجمع الكل تحت رأس واحد في المسيح. أوريجينوس علامة له أخطاء في حاجات تانية، لكن هنا أوريجينوس قال الجميع ملطخون بالخطية الأصلية، ده قبل برضو أثناسيوس وقبل طبعا أغسطينوس والناس دول. كبريانوس قال الأطفال اللي ضميرهم غير متفتح يعني ما عملوش حاجة لسه ولم يخطئوا في شيء، ده كل ده قرن التاني على فكر، والذين نظرا للخطية الكامنة فيهم، كلم عن أطفال حاملين الخطية وتدنسوا وصاروا مشارك الموت الآدمي، يحتاجون للمعمودية لأنها شرط لنوال الخلاص والصفح، ليس عن الخطايا الشخصية بل الأبوية. الأبوية يعني اللي جاية إيه من ناحية آدم، لأنه ده جد غريغوريوس الثيولوغوس اللاهوتي اللي احنا بنصلي قداسه يقول إيه، اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، لا يجب أن تفهم بمعنى آخر إلا كما فهمتها الكنيسة الجامعة المنتشرة. وقال نفس كلام المجمع بتاع قرطاجنة اللي هو إيه، احنا بنقول معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وده يسري على الطفل اللي هيتعمد انه بياخد غفران خطايا، هو لسه ما عملش حاجة، ايوة غفران الخطايا الجدية او الاوريجينال سن اللي دخلت عليه. ذهبي الفم يقول ايه، وادخل الموت الى طبيعته بيد ان هذه الخطية الجسدية لا تنتقل الى كل انسان اسما بل حالة الخطية ونتائج، هما يقولوا نتيجة بس، لا هي في الأصل حالة الخطية اتنقلت ونتائج الخطية اتنقلت. كيرولوس الكبير بقى وضحها لنا وقال إيه،
نفس التي تخطئ صحيح هي تموت، لكننا بهذه الطريقة صرنا خطأ بواسطة عصيان آدم. بصوا الجملة دي، كيرلس الكبير ده أهم مرجع تقريبا في اللاهوت القبطي، هو القديس أثناسيوس. بهذه الطريقة صرنا خطأ بواسطة عصيان آدم. يبقى ده يسري على الكل. آدم كما ترون خلق لعدم الفساد والحياة، على ولذلك في الحياة التي كان يحيا كانت طليق بالقديسين، وعقله كان مشغول برؤية الله، وجسده في سلام، كل الشهوات كانت في سكون، والعواطف الوحشة لا تزعجه. لكن حينما سقط تحت الخطية وغرق في الفساد، غزت الشهوات النجسة الطبيعة الجسدية، ونبت ناموس الخطية، وتعاقد الطبيعة البشرية مع مرض الخطية. بص التعبير ده، الطبيعة البشرية عملت عقد مع الايه، مع مرض الخطية، فأصبح فينا مرض اسمه الخطية كلنا بأطفالنا خلال معصية إنسان واحد وهو آدم. بهذا الطريقة صار كثيرون خطاة. ما بيقولش بس هيموتوا، ما بيجيبش النتيجة، لا بيجيب الفعل كمان. ليس كأنهم تعدوا مع آدم لأنهم لم يكونوا موجودين. خلي بالكم، محدش فينا بيقول احنا قطفنا من الشجرة، لا، ما دي تبقى مبالغة فعلا. ما كنتش موجود عشان تقولوا لي انت كلت، انا ما كلتش حاجة. فهو بيأكد مش لأننا كنا فعليا غلطنا غلطة آدم، لكن بحكم انتمائنا ليه، طبيعة اللي واخدينها منه، خلاص احنا تولدنا في حالة خطية، لأنهم من طبيعة التي سقطت تحت ناموس الخطية. مرضت الطبيعة البشرية بالفساد في آدم بسبب عصيانه ودخلت الشهوات. ده ببساطة الموضوع اللي ايه، يعني أحد القضايا الساخنة. أديكوا عرفتوا رأي الكنيسة برضو فيها. ونتمنى تاني احترسوا فيما تقرؤون وما تسمعون، عشان ما نتلخبطش ونتبلبل. كنيستنا علمتنا، واللي تعلمناه صح، واللي استلمناه صح، وفي القداس بنقول أنا اختطفت لي قضية الموت، وانت كنت موجود، بس انت حطيت نفسك جوه آدم وقلت كده. في القداس البسيلي نقول ايه، خالفنا وصيتك. يبقى كلنا بنتكلم باسم آدم. سقطنا كلنا، نفينا كلنا. يبقى احنا حتى في صلواتنا العادية محطوطين في كفة واحدة مع آدم، عشان نتنقل للكفة التانية مع المسيح كمسيحيين وننال الخلاص. فالموضوع واضح وصريح وسهل.